حياكم الله لما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. لفت لجنة المالية النيابية تطمينات وزارة المالية بخصوص رواتب الموظفين كاشفة عن وجود نقص في السيولة النقدية بشكل كبير جدا. وقال عضو اللجنة مصطفى القرعاوي إن العراق يمر بتحدي كبير وخطير يتعلق بالسيولة المالية ورواتب الموظفين، مفندا بشكل جازم تصريحات المالية التي تحدثت عن الترف المالي وتوفر السيولة النقدية. القرعاوي أضاف أن الموظفين باتوا يتسلمون رواتبهم بفارق 10 أيام عن الموعد المحدد في كل شهر. دعا البنك المركزي العراقي بإيقاف العمل بنظام الدفع الإلكتروني في محطات تعبئة الوقود، وفي السياق أكد خبراء فشل نظام الدفع الإلكتروني بسبب عدم تهيئة كل المستلزمات، والتي قد تكون من أهمها أو قد يكون من أهمها الإنترنت، لأن عملية الدفع الإلكتروني تكون من خلال الإنترنت، وأشاروا إلى أن الإنترنت في العراق ضعيف جداً. وأيضا أشاروا إلى عمليات الابتزاز التي يمارسها عمال محطات الوقود لإجبار سائق المركبة على دفع مبالغ إضافية للعامل لتسهيل تعبئة الوقود لمركبته من خلال استخدام الإنترنت الموجود في هواتف عمال المحطات. أوصت لجنة النفط والغاز النيابية بإلغاء جميع عقود شركتي كارا وقيوان، مشيرة لوجود تلاعب بالعدادات. وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي، قال إن على الحكومة إلغاء جميع العقود التي أبرمت مع الشركتين المذكورتين التي منحتهما مصاف لغرض إنتاج المشتقات النفطية، مضيفا أن العقد مع شركتي كار وقيوان فيه مؤشرات كثيرة ويتضمن هدرا وتهريبا للنفط. يشهد سوق العقارات في محافظة البصرة ارتفاعاً في الأسعار لأسباب يعزوها المختصون إلى التزايد المستمر في أعداد السكان نتيجة النمو السكاني، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة يحاول أصحابها شراء العقارات باعتبارها استثماراً آمناً، حيث يقول خبراء اقتصاديون إن السبب البديهي لارتفاع أسعار العقارات في البصرة يرجع إلى سبب توقعات ارتفاع سعر الصرف الدولار، ويحاول أصحاب الأموال الحفاظ على مدخراتهم المالية بشراء هذه العقارات. وأضافوا أن وجود كتلة نقدية كبيرة في البصرة ربما ترتبط بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كتجارة المخدرات وغسل الأموال. أكد المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه التابع لغرفة إيران التجارية، أكد أن العراق حصد المركز الأول بقائمة المستوردين للمنتجات الزراعية من إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المركز أن العراق استورد بقيمة 326 مليون دولار من إيران جميع أنواع الفواكه الشجرية والخضار ومنتجات الخضروات والحليب ومشتقاته والأسماك والروبيان والزعفران والبقوليات. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.